الزراعة تحت الأنفاق. مبادرة عايزين نتعلم تقدم المراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة حصرياً على قناة مصر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبرعاية السيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إعداد وتنظيم مؤسسة حفيظ النواوي بوجود نخبة من أفضل معلمي محافظة الجيزة. تقام المراجعة على مدار شهر أبريل 2018 في مدرسة السعيدية الثانوية ودار مناسبات البدرشين في الجيزة يومياً في تمام الساعة 10 صباحاً، وتذاع يومياً على قناة مصر في 10 مساءً. اسمع مني زي ما قلت لك وجمع وافهم، واي سؤال انا تحت ابروكه بس في الاخر لان المنهج كبير جدا. ماشي. طيب انا قلت الحمله الفرنسيه على مصر 1798 جت نتيجه للمتغيرات، خلي بالك معايا. الحملة 1798، الثورة 1789، عشان تعرف تفرق بين التاريخين. أنا قلت الحملة مرتبطة بمجيء بقيام الثورة الفرنسية في فرنسا، ومرتبطة بالصراع الاستعماري على طرق التجارة. أنا قلت النتيجة، النتائج التي ترتبت على قيام الثورة الفرنسية، قلنا إلغاء النظام الملكي، إعلان النظام الجمهوري، هدم سجن الباستيل. خلي بالك، وقفل هنا عند إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري. اللي قام بالثورة، أنا قلت الطبقة البرجوازية وطبقة عامة الشعب. هنوصل للسؤال اللي لازم تركزي له، لا أسمعه من حد فيكم. ما هي العلاقة بين قيام الثورة الفرنسية في فرنسا ومجيء الحملة على مصر؟ ما فيش امتحان بيخلو من هذا السؤال. العلاقة بين قيام الثورة الفرنسية ومجيء الحملة، أما الثورة ألغت النظام الملكي وأعلنت النظام الجمهوري، تحالفت جميع الدول الأوروبية مع إنجلترا ضد فرنسا، استطاعت فرنسا هزيمة جميع الدول ما عدا إنجلترا بسبب موقعها الجغرافي وقوة أساطيلها. لذلك الصوت لو سمحت لورا، أرسلت فرنسا الحملة الفرنسية على مصر لضرب إنجلترا في الشرق وقطع طريق الاتصال بين إنجلترا والهند. يبقى في علاقة بين قيام الثورة ومجيء الحملة. وانت بتكتب بأسلوبك وتكتب بأسلوبك، لو راح منك كلمة أو كلمتين طالما معنى الكلام موجود ما تخافش. يبقى اسمع آخر مرة يا شباب، أنا قلت الثورة ألغت النظام الملكي وأعلنت النظام الإيه؟ تحالفت جميع الدول الأوروبية مع إنجلترا ضد مين؟ فرنسا. واحد قال لي لازم أقول خشية الدول الأوروبية على عروشها، مش مهم، ده ما هو معنى الكلام، ده معنى الكلام. عشان كده فرنسا أرادت تنتقم من إنجلترا، فأرسلت الحملة الفرنسية على مصر لقطع طريق التجارة بين إنجلترا والهند.
يبقى إذن في علاقة بين قيام الثورة ومجيء الحملة. طيب لو بصينا الأحوال مصر في ظل الحكم العثماني يعني قبل ما جه الحملة كلها متدهورة، الزراعة تدهورت، أحوال مصر الاقتصادية، التجارة تدهورت داخلية وخارجية، الصناعة كذلك. لو قال لي بما تفسر تدهور التجارة الخارجية، هو نفس السؤال لو قال لك إيه العلاقة بين الكشوف الجغرافية وتدهور الاقتصاد المصري. الأسئلة الغير مباشرة دي تجمعها، أصل السؤال مباشر أنت عارفه قبل ما أقوله. إيه العلاقة بين تدهور الاقتصاد المصري والكشوف الجغرافية؟ يبقى عاوز منك نفس السؤال. تدهورت التجارة الخارجية لثلاث أسباب. تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. طب واحد كتب اكتشاف طريق رأس، ما هو نفس المعنى. اقتصرت التجارة المصرية على بعض المناطق. بلاد العرب، السودان، الحبشة. خلي بالك معايا. طيب كسرت الضرائب على المصريين وارسالها للسلطان العثماني. النقطه الاخيره مرتبطه بالاقتصاد ككل بس موجود في التجاره الخارجيه. يبقى اذا بقول يا رجاله في علاقه بين الكشوف الجغرافيه وتدهور الاقتصاد. ما هي التجاره جزء من اقتصادك. هنقول هنا بسبب تحول التجاره لطريق راس الرجاء الصالح. اقتصرت التجارة المصرية على مجموعة دول وعدة مناطق، السودان، يمن، الحبشة، بلاد العرب. كسرت الضرائب على المصريين وإرسالها للسلطان العثماني. طيب هنا أقول لك حمل نظام الحكم العثماني بين طياته عوامل ضعفه. خلي بالك معايا، لو كتبت عبارتين هتاخد الدرجة، لو كتبت أربعة هتاخد الدرجة. الأستاذ اللي بيتكلم لو سمحت، طيب مين يعرف يجاوب السؤال السهل ده؟ حمل نظام الحكم العثماني بين طياته عوامل ضعفه. قصر مدة حكم الوالي، زيادة نفوذ الديوان والحامية العسكرية. لو وقفت هتاخد الدرجة، أنا بزودك بقى كمان نقطتين. ضعف الدولة العثمانية أواخر القرن ال17 ده أدى إلى طمع المماليك في الانفراد بالحكم. يبقى حمل نظام الحكم العثماني بين طياته عوامل ضعفه. جمع الأربعة عشان لو نسيت حاجة. قصر مدة حكم الوالي، زيادة نفوذ الديوان، ضعف الدولة العثمانية أواخر القرن ال17 ده أدى إلى طمع المماليك في الانفراد بالحكم. اعتبر أنا بذاكر المنهج معك. طيب منهم علي بك الكبير، ده عمل حركة انفصالية بمصر. لو قال لك بما تفسر قيام حركة علي بك الكبير الانفصالية، الراجل ده استقل بمصر ليه؟ دايما ركزين على بداية إجابة السؤال، البداية هتخليك تمشي في الإجابة 10 على 10. علي بك استغل الحرب اللي بين روسيا والدولة العثمانية اللي قامت 1768 وقام بالآتي. دي بدايتك. انت بتسألني انا برد عليك. هو علي بك عمل حركة انفصالية واستقل بمصر ليه؟ شوف انا بديت ازاي. استغل الحرب بين روسيا والدولة العثمانية وطرد الوالي العثماني من مصر، سكن النقود باسمه، رفض إرسال الخراج اللي هي الضرائب للسلطان العثماني، استولى على منطقة الحجاز، أرسل جيشه بقيادة محمد أبو الدهب وغزا الشام واستولى على مدينة دمشق. هي كلها عبارة واحدة بس انت لو قطعتها واحد واثنين وثلاثة مع نفسك 10 على 10. يبقى الرجل ده استغل الحرب بين مين ومين؟ روسيا والدولة العثمانية، وقام بعدة إجراءات. طرد الوالي العثماني من مصر. واحد قال لي طب أنا ما قلتش رفض مجيء والي جديد. ما فيش مشكلة يا سيدي، ما احنا قلنا اتفقنا اهو. اكتبي بأسلوبك، والله العظيم ثلاثة هي بأسلوبك 10 على 10 وهتاخد الدرجة كاملة. طيب أنا قلت طرد الوالي العثماني، سكن نقود باسمه، رفض إرسال الخراج اللي هي الضرائب للسلطان العثماني، استولى على منطقة الحجاز وأرسل جيشه بقيادة محمد أبو الدهب وغزا الشام واستولى على مدينة دمشق. بس فشلت حركته بسبب خيانة مين؟ مين اللي حرضه؟ السلطان العثماني. وغدر بعلي بك وقتل علي بك 1773 وعادت مصر ولاية عثمانية. ماذا يحدث إذا، معلش هو سلكي مكتفني شوية مش عارف أتحرك. نجحت حركة علي بك الكبير. لا اصبر معايا، التسرع هيخليك تغلط.
لو نجحت حركة علي بك ظلت مصر تحت الحكم المملوكي، تخلصت من الحكم العثماني، لم يتولى أبو الدهب حكم مصر. ما في سؤال في الامتحان بيخلو من هذا، أو الامتحان كل الامتحانات فيها ماذا يحدث، ما العلاقة، ما رأيك، ما مقترحاتك. يبقى لو نجحت حركة علي بك ظلت مصر تحت الحكم المملوكي، وده كان أحد زعماء المماليك، تخلصت مصر من الحكم العثماني، لم يتولى أبو الدهب حكم البلاد. طيب أما جت الحملة الفرنسية ودخلت مصر وهزمت المصريين بقيادة محمد كرام في اسكندرية، ما هي القوة التي تصدت للحملة الفرنسية منذ مجاها حتى خروجها؟ المصريين، المماليك، العثمانيين، الإنجليز. خلي بالك معايا، القوة التي تصدت للحملة الفرنسية سبب فشلها أربعة: الشعب المصري، المماليك، العثمانيين، الإنجليز. طيب قبل ما أخش في تفاصيل السؤال ده هنجمع كده شوية معلومات. هنا حصلت معركة أبي خير البحرية بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي، انتصر الأسطول مين؟ تمام. ما النتائج التي ترتبت على معركة أبي خير البحرية؟ ثواني خلي بالكم معايا، أنا عايزك بس تجمعها براحتك كده. هزيمة الأسطول الفرنسي، هزيمة مين؟ حصار الأسطول الإنجليزي لسواحل مصر. من اللي حصر سواحل مصر؟ فقطعوا الصلة بين الحملة الفرنسية وفرنسا ومنعوا أي إمدادات. فقدت فرنسا الأمل في السيطرة على حوض البحر المتوسط وتكوين مستعمرة فرنسية في الشرق. يبقى في أربع نتائج لمعركة أبي خير البحرية: هزيمة الأسطول الفرنسي، هزيمة مين؟ أنا قلت أنا بذاكر معكم. حصار الإنجليزي سواحل مصر، يبقى مين اللي حصر سواحل مصر؟ قطعوا الصلة بين الحملة الفرنسية وفرنسا ومنعوا أي إمدادات. فقدت فرنسا الأمل في السيطرة على حوض البحر المتوسط وتكوين مستعمرة فرنسية في الشرق. تمام. ثورة القاهرة الأولى، أنت مطالب بالنتائج بس الأسباب اتشالت. طب ما النتائج التي ترتبت على ثورة القاهرة الأولى؟ أنا هقولها وبعدين حد من الصبيان يقولها لي، هختار أي حد. من اللي أخمدها؟ نابليون، ودخل الأزهر بالخيول مما أثار الشعور الديني عند المصريين. قتل حاكم القاهرة الفرنسي ديبوي، وقتل 200 من الفرنسيين و2000 من المصريين. دي أحداث بتتقال في النتائج. قام نابليون بفرض الضرائب والغرامات على الشعب المصري، عطل نابليون الديوان العام. يبقى أنت عندك أربع نتائج للثورة، أنت تمسك بالإجابة كاملة لأن ممكن غصب عنك هتنسى. يبقى أنا بقول نتيجة ثورة القاهرة الأولى، من اللي أخمدها؟ ودخل الأزهر بالإيه؟ الكلام ده أثار الشعور الديني عند المصريين. قتل حاكم القاهرة الفرنسي ديبوي ومعاه 200 من الفرنسيين وقتل 2000 من المصريين. نابليون عشان يعاقبنا عشان عملنا ثورة فرض علينا الضرائب والغرامات، عطل نابليون الديوان العام. عطل نابليون؟ تمام. الحملة الفرنسية على الشام أسبابها كلكم عارفينها، بس هرجعها كده بسرعة. الحملة الفرنسية على الشام 1799 أسبابها إيه؟ تحالف تركيا مع إنجلترا مع روسيا ضد الفرنسيين. يبقى في تحالف دولي من ثلاث دول: الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا ضد الحملة الفرنسية. اثنين، أرسل السلطان العثماني حملتين همت برية وبحرية لطرد الفرنسيين من مصر. واحد قال لي لازم أقول بحرية عن طريق البحر المتوسط وبرية عن طريق، لا أنت بتقول برية وبحرية، كلامك 10/10 لطرد الفرنسيين. لذلك خرج نابليون بحملته على الشام حتى لا ينحصر بين قوتين، المصريين والعثمانيين. يبقى أنت عندك ثلاث أسباب للحملة الفرنسية على الشام، أو سببين نخلينا ندمجهم نخليهم سببين. أنا قلت تحالف تركيا مع إنجلترا وروسيا ضد الحملة الفرنسية. السلطان العثماني أرسل حملتين برية وبحرية لطرد الفرنسيين من مصر. لذلك خرج نابليون بحملته على الشام حتى لا ينحصر بين قوتين، المصريين والعثمانيين. هي الحملة فشلت ولا نجحت؟ أنتوا كلكم عارفين أسبابها. خلي بالك معايا.
ما النتائج التي ترتبت على فشل الحملة الفرنسية على الشام؟ جمع لي 3-4 نتائج. انت لو فهم هتقولهم قبل انا. اما فشلت الحملة الفرنسية، نتيجة فشلها ايه؟ عودة الحملة الفرنسية لمصر. اما رجع نابليون بحملته لمصر. حدوث معركة ابي قير البرية انتصر فيها الفرنسيين على العثمانيين. النتيجة الثالثة عودة نابليون لفرنسا وترك كليبر قائدا للحملة. يبقى انت عندك 4 نتائج لفشل الحملة الفرنسية على الشام. اولا عودة الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون. حدوث معركة ابي قير البرية انتصر فيها الفرنسيين على العثمانيين. عودة نابليون لفرنسا وترك كليبر قائدا للحملة. ماذا يحدث اذا نجحت الحملة الفرنسية على الشام؟ الغي الكلام اللي انت سمعتيه. ماذا يحدث اذا 90% من ماذا يحدث بتعكسي للنتائج. لو الحملة نجحت على الشام ما كانش رجع نابليون، ما كانش حصلت معركة ابي خير البرية، ما كانش رجع فرنسا، كليبر مش هيتولى قيادة الحملة. يبقى لازم تفهم السؤال عاوز منك ايه. طيب أيد بالأدلة أو بما تفسر. استمرت مقاومة الصعيد مدة أكبر من مقاومة الوجه البحري. الصعيد كم شهر؟ 10. الوجه البحري استسلم في خلال 1.5 شهر. خلي بالكم معايا، لأن بنطلع أسئلة من داخل الأسئلة. الحملة أو المقاومة في الصعيد استمرت 10 شهور. ليه؟ بسبب تحالف أهل الصعيد مع جيش المماليك. تحالف مين؟ أهل الصعيد مع جيش المماليك. مجيء قوة من شبه الجزيرة العربية لمساعدة الصعيد ضد الحملة الفرنسية. طول الوادي وبعد الصعيد عن الحكومة المركزية. استخدام الصعيد حرب المناوشات. يبقى الأخ اللي بيتكلم لو سمحت، أنا بقول لك لو سمحت. يعني أصل الحملة الفرنسية سهلة فبنجري فيها شوية. يبقى دلوقتي أنت بتقول لي استمرت مقاومة الصعيد مدة أكبر من مقاومة الوجه البحري. بسبب تحالف أهل الصعيد مع جيش المماليك. مجيء قوة من شبه الجزيرة العربية لمساعدة الصعيد ضد الحملة الفرنسية. طول الوادي وبعد الصعيد عن الحكومة المركزية. استخدام أهل الصعيد حرب المناوشات. طيب أيد بالأدلة. ظهر التضامن العربي عندما في وجود الحملة الفرنسية في مصر. هو عاوز منك عبارة بس اكتبي لي كله. اللي مجيء حملة من شبه الجزيرة العربية لمساعدة الصعيد ضد الحملة الفرنسية. طيب خلي بالك معايا، هنا بقول لك اختلف موقف مراد بك من الحملة الفرنسية في عهد كليبر وعهد نابليون. اختلف موقف مراد بك من الحملة الفرنسية في عهد كليبر وعهد نابليون. ركز معايا. نابليون كان طلب من مراد بك حكم الصعيد تحت السيادة الفرنسية، رفض. فقام نابليون بهزيمة مراد بك. كليبر كان طلب من مراد بك بعد ثورة القاهرة الثانية حكم الصعيد فوافق، خوفا من عودة الحكم العثماني لمصر. يبقى انا بقول يا رجالة يا بنات، اختلف موقف مراد بك. أيد بالأدلة أي صيغة. اختلف موقف مراد بك من وجود الفرنسيين أو من الحملة الفرنسية في عهد نابليون وكليبر. في عهد نابليون وكليبر. أنا قلت لك هنا نابليون كان طلب من مراد بك حكم الصعيد تحت السيادة الفرنسية، رفض. كليبر طلب من مراد بك حكم الصعيد تحت السيادة الفرنسية، وافق. خوفا من عودة الحكم العثماني لمصر. خوفا من عودة؟ تمام. هي خرجت الحملة الفرنسية من مصر سنة كم؟ 1801. 1800؟ تمام. من أهم أسئلة، من أهم وأسهل أسئلة هذا الفصل الإنجازات. أوعى كلمة تروح منك من الإنجازات. بس قبل ما أخش فيها، أنا قلت القوة التي تصدت للحملة الفرنسية منذ مجيئها حتى خروجها. هديك سؤال مقال. تعرضت مصر للغزو الأجنبي على مر العصور، واستطاع الشعب المصري التصدي للاستعمار. في ضوء ذلك سؤال ما خله،
وضح دور المصريين في التصدي للحملة الفرنسية. ممكن نشيل المصريين ويقول لك مماليك. خلي بالك معايا، إجابة هذه الأسئلة رجالة بجيبها بعرض الفصل. دور الشعب المصري أهو. أول من تصدى للحملة الفرنسية المصريين في اسكندرية بزعامة محمد كريم. أنت بتقول العنصر كده بس. قيام المصريين بثورتي القاهرة الأولى والثانية، أنا جمعت لك عنصرين في عنصر واحد. استمرت مقاومة المصريين في الصعيد للحملة الفرنسية لمدة 10 شهور. تجدد ثورات المصريين في الشرقية أجبرت كليبر على عقد معاهدة العريش. أنا بقول لك ما موقف الشعب المصري من مجيء الحملة الفرنسية. ذهب الشعب المصري دورا هاما في فشل الحملة. ما يغيرش سيرة السؤال وأنت تتبرجلي. جمع لي دور المصريين في 4 عناصر، أنت عارفهم. تصدى المصريين للحملة الفرنسية في مدينة اسكندرية بزعامة محمد كريم، ده عنصر. قيام المصريين بثورتي القاهرة الأولى والثانية، ده عنصر ثاني، أنت هتقول كده بس. طيب. استمرت مقاومة المصريين في الصعيد للحملة الفرنسية لمدة 10 شهور. خلي بالك، تجدد ثورات المصريين في الشرقية أجبرت كليبر على عقد معاهدة العريش. ده دور الشعب المصري. طيب. لو شال المصريين وحط المماليك. الكلام أنا بفكرك بالكلام اللي عندك. وضح دور المماليك في فشل الحملة الفرنسية على مصر. تصدى المماليك في معركة شبرخيت وإمبابة. شبرخيت بزقيلة مراد بك وإمبابة مراد وإبراهيم. ده عنصر. تحالف المماليك مع أهالي الصعيد خلت المقاومة 10 شهور. لو ما فيش تحالف ما كانش فيه مقاومة. تجدد ثورات المماليك أو مقاومة المماليك أجبرت كليبر على عقد معاهدة العريش. يبقى دور المماليك في فشل الحملة الفرنسية. هما 4 عناصر جمعناهم في 3. دور المماليك في شبرخيت ومبابة. واكتب العبارة بأسلوبك أنت. تحالف المماليك مع أهل الصعيد خلت المقاومة 10 شهور. لو ما فيش تحالف بيني وبينك ما كانش فيه مقاومة. تجدد مقاومة المماليك أجبرت كليبر على عقد معاهدة العريش. طب تمام. بمناسبة معاهدة العريش بقى. أيد بالأدلة. تعرضت الحملة الفرنسية لكثير من الأخطار بعد رحيل نابليون. يبقى عاوز منك أسباب المعاهدة. بما تفسر سوء أحوال الحملة الفرنسية؟ هو نفس السؤال. يبقى عاوز منك أسباب معاهدة العريش. هي سهلة أفكركم بهم بسرعة. كليبر حب يخرج من مصر ويعمل معاهدة العريش. ليه؟ خلي بالك معايا. بسبب سوء أحوال الحملة. نتيجة لتناقص عدد الجنود بسبب كثرة المعارك. الحالة النفسية السيئة للجنود الفرنسيين بعد رحيل نابليون. تجدد ثورات المصريين في الشرقية. تجدد مقاومة المماليك. إرسال الدولة العثمانية حملتين للعريش ودمياط لطرد الفرنسيين من مصر. يبقى جمع ال5 أسباب، هتنسى نقطة هتاخد درجتك. يبقى كليبر عمل معاهدة العريش ليه؟ عشان يخرج. ما هي الأخطار التي تعرضت لها الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون أو عند توليد كليبر؟ افهم كل عبارة افهمها هتلاقيها سهلة. بسبب واحد، أنا قلت سوء أحوال الحملة. نتيجة لتناقص الجنود بسبب كثرة المعارك. الحالة النفسية السيئة للجنود بعد رحيل نابليون. تجدد ثورات المصريين في الشرقية. تجدد مقاومة المماليك. إرسال العثمانيين حملتين برية وبحرية لطرد للعريش ودمياط لطرد الفرنسيين من مصر. احنا قلنا خرجت الحملة من مصر 1801. طيب. آثار الحملة الفرنسية رجالة سهلة جدا ومهمة جدا. أنت عندك آثار سياسية يبقى تروح لها على الدواوين. آثار اقتصادية واجتماعية تروح لها على المشروع العظيم. آثار علمية وفكرية تروح لها على المجمع العلمي. يبقى سياسية عاوز منك الدواوين. اقتصادية واجتماعية عاوز منك المشروع العظيم. علمية وفكرية عاوز منك المجمع العلمي. طيب. بما تفسر إنشاء نابليون الدواوين وسكت؟ الأخ اللي بيضحك تستمع؟ هسألك دلوقتي، لو ما سألتش يبقى في كلام تاني، لو ما جاوبتش. نابليون أنشأ الدواوين ليه؟ لمئة مرة بقول لك قولي بأسلوبك أنت. للاتصال بالعلماء والأعيان. لمعرفة ما يدور في أذهان المصريين
لأنهم أكثر تأثيرا على الشعب عشان يقرر الأمور والسياسات الفرنسية في مصر. يبقى الهدف من إنشاء الديوان، أنا قلت إنشاء ديوان وسكت، ما قلتش ديوان عام ولا ديوان الأقاليم والكلام ده. أنا بقول لك نابليون أنشأ الدواوين ليه؟ عشان يتصل بالعلماء والأعيان دول لمعرفة ما يدور في أذهان المصريين، لأنهم أكثر تأثيرا على الشعب عشان يقرر السياسة الفرنسية في مصر. تمام. طبعا في ديوان العاصمة لديوان القاهرة، ديوان الأقاليم، وفي اللي عند الديوان العام. أنا عاوز منك سطر هيطلع لك منه سؤال واثنين وثلاثة اختيارات. يبقى اللي أنشأ الديوان العام نابليون يتكون من 9 أعضاء من كل إقليم. أول رئيس لهذا الديوان واحد بيقول لي 3 علماء وثلاثة، لا الكلام ده مش لو قلته ماشي، ما قلتوش ما تخافش. تمام، 3 علماء ومشايخ والكلام ده. أنتوا نسيتوني. يبقى مين اللي أنشأ الديوان العام؟ يتكون من كم عدد؟ عن كل إقليم. تمام قوي. أول رئيس لهذا الديوان عبد الله الشرقاوي. الهدف منه إيه؟ هجيب لك سؤال اختيارات. تدريب المصريين على مجالس الشورى وإبداء الرأي وتقبل الآراء. يبقى الهدف من هذا الديوان تدريب المصريين على مجالس الشورى إبداء الرأي وتقبل الآراء. طب خليك معايا في الدواوين. أيد بالأدلة. استفاد المصريين من الدواوين التي أنشأها نابليون. استفاد المصريين من الدواوين التي أنشأها نابليون إزاي؟ إجابة هذا السؤال هتجيب كل عنصر من صفحة، ده في كتاب المدرسة. أنت استفدت إزاي من إنشاء الدواوين؟ 1، تم تدريب المصريين على مجالس الشورى وإبداء الرأي وتقبل الآراء اللي احنا قلناها دلوقتي. خلي بالك معايا، فكرة إنشاء الدواوين نبهت المصريين إلى المشاركة في الحكم بدلا من الحكم المطلق المستبد. فكرة إنشاء الدواوين نبهت المصريين إلى المشاركة في الحكم بدلا من الحكم المطلق المستبد. اكتساب المصريين خبرات سياسية وإدارية نتيجة اكتسابهم الكلام ده، هم اللي اختاروا محمد علي حاكما لمصر 1805. يبقى هنا استفاد المصريين من الدواوين اللي أنشأها نابليون، صح أم خطأ؟ أنت عندك 3 عناصر: تدريب المصريين على مجالس الشورى، إبداء الرأي، تقبل الآراء. فكرة إنشاء الدواوين نبهتك إلى المشاركة في الحكم بدلا من الحكم المطلق المستبد. اكتساب المصريين خبرات سياسية وإدارية، اكتسابهم الكلام ده جعلهم بقى مين؟ هم اللي يختاروا محمد علي حاكما لمصر 1805. طيب خلي بالك معايا، طبعا الزراعة والصناعة والكلام ده كله ازدهر، ده كلام سهل، بس أنا أسألك سؤال وأسألك سؤال. ما رأيك في السياسة التي تبعها مين اتجاه الصناعة المصرية؟ عشان ما فيش امتحان بيخلو من هذه الصيغة. هتجاوب السؤال ده ازاي؟ ما انا بقول لك الكلام انت عارفاه، بس بقول لك هتجاوب ازاي. لازم تقولي له جهود منه الاول وبعدين تقول رايك عشان اخد الدرجه كامله. الاسئله دي يا بنات يا رجاله بحطها لك عشان يزود درجاتك. انت بتسالني سؤال هرد عليك. رايي في السياسه اللي تبع منه تجاه الصناعه المصريه، قولي له جهود منه الاول. لا بصي، سيبك من الملزمه خالص، ركزي معايا انا. الملزمه معاكي في البيت. طيب جهود مينو؟ فكر في إنشاء مصانع للنسيج، حروف الطباعة، دباغة، حدادة إلى آخره، بشرط أن يعمل بها عمال فرنسيين حتى لا تتسرب أسرار الصناعة للمصريين. طب حاجة تانية، أنشأ طواحين الهواء. طب حاجة تالتة، أنت كده ماشي في الإجابة، أصلح دار الصناعة في الجيزة اللي أنشأها مراد بك. أنت كده قلت نص الإجابة، رأيك أنت فين؟ أنا أقول لك رأيي، سمعته من بعض البنات، اتعلمي إزاي تجاوب هذه الأسئلة. بنت قالت لي أنا بأيد سياسة مينو. قلت لها ليه؟ قلت له عشان كده بحافظ على الصناعات الفرنسية، هتاخد درجتها. بنت تانية قالت لي أنا بعترض على سياسة مينو لأنه حرم الشعب المصري من معرفة الصناعات الأوروبية الحديثة. ده هتاخد الدرجة كاملة وده هتاخد الدرجة كاملة. ما رأيك ليس له نموذج إجابة؟ يرجع لك أنت. طيب
نبينا أنشأ المجمع العلمي بما تفسر غير من النتائج؟ أنا غيرت لك سيرة السؤال، بقول لك نابليون أنشأ المجمع العلمي ليه؟ تروح له على أهداف. أهداف المجمع العلمي خلي بالكم معايا، حد عارفهم؟ هم ثلاث أهداف: تطوير العلوم في مصر، ربط السياسة بالعلم، دراسة المسائل التاريخية الطبيعية الصناعية ونشرها. يبقى الكلام ده هتقوليه امتى؟ لو قال لك بما تفسري انشاء نابليون المجمع العلمي؟ انا عندي كم هدف؟ ثلاثه: تطوير العلوم فين؟ في مصر، ربط السياسه بالايه؟ بالعلم، دراسه المسائل التاريخيه الطبيعيه الصناعيه ونشرها. طيب جه سؤال في امتحان قال لك صح وخطا مع ذكر السبب، ركز يا بيه معايا. كان الهدف من إنشاء نابليون ربط السياسة بالعلم، هقول له صح، هتكتبي لي الإجابة كلها. أسئلة كتيرة جدا في امتحان التاريخ بيجيب لك عنصر من الإجابة عشان أنت تقول الإجابة كلها، ما يضحكش عليك بالسؤال. كان الهدف من إنشاء نابليون المجمع العلمي ربط السياسة بالعلم، بقول له صح، تقولي لي أهداف المجمع العلمي كلها. أنا قلت تطوير العلوم فين؟ في مصر، ربط إيه بإيه؟